ويدل على وجوب العمرة حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أخبرني عن الإسلام، وذكر قال وأن تحج وتعتمر في بعض الروايات. ويمكن أن نستدل لذلك، أعني لوجوب العمرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر، فقال في حديث يعلى بن أمية وأن العمرة حج أصغر، وقال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وبناء على هذا فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة. فمثلا في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، نقول هذا شامل للحج الأكبر والحج الأصغر الذي هو العمرة. لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، يعني ليس محل اتفاق بين العلماء، بل إن العلماء اختلفوا في حكم العمرة على أقوال ثلاثة. منهم من قال إن العمرة واجبة مطلقا، ومنهم من قال إنها سنة مطلقا، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي، يعني على غير أهل مكة. نعم.